بسم الله، شوف مع بعض ازاي نعمل ابواب شبك. اول حاجه هختار ان ارسم حائط، واختار من هنا نوع الحائط اللي نرسمه، اختار ارتفاعه. طبعا منطقي لازم ارتفاع الحائط يكون اعلى من ارتفاع الباب، اساس ما بقاش الباب خبط السقف. هبدا ارسم الحائط، اقول له هنا، اقول له انا عايز في الاكس دوت امشي وليكن مثلا 30، تمام. وراح دايس شمال، خلاص كده اترسم 30. اقول له هنا انا عايز ارسم مثلا 40، اجي هنا اقول له ده خليه ده 30، وده اوتوماتيك هو هيكمل. ولما بخلص بدوس رايت كليك عشان اخلص من امر الرسم، والاقي فعلا الحوار اترسم معايا. اجي هنا اقول له انا عايز ارسم دور، الدور ببدأ أشوف الخصائص بتاعته، بتلاقي الأبعاد بتاعته الدايمنشن، وعايز تختار نوع معين، تختار من هنا أي نوع أنت عايزه، زي ده مثلا دبل، ده الفينش بتاعي، أقدر أختار أي فينش أنا عايزه، الماتيريال، الريتنج، التايب زي ما أنا عايز، الأي دي، تايب أي دي، النوت، تبدأ تكتب المعلومات اللي أنت شايف إن أنت محتاجها، وتيجي هنا تحدد أنهي حيطة اللي أنت هترسم عليها. تمام، وتقدر تعملها في 2D او في 3D مفيش مشكلة، وتحدد فين بالظبط عايز ترسم حائط، تمام، واتجاه على الناحية. خلاص كده الحائط اترسم، كده الباب اترسم معاك زي ما احنا شايفين، تمام. في اي وقت عايز تعدل او تاخد منه كوبي او اي حاجة، مجرد تعمل سيلكت على الباب وتدوس رايت كليك وتقول له انا عايز اعمل مثلا كوبي او ميرور او موف، وقول له انا عايز مثلا ببدأ من هنا لهنا، خلاص كده اتعمل له كوبي. طب عايز اعدل الخصائص بتاعته، ممكن اعمل سيلكت عليهم هما الاثنين واروح دايس رايت كليك واروح قايل له انا عايز اعيد ده في الموديفاي انستنس، تبدا تظهر لك قائمه تعدل اللي انت عايزه. فالموضوع سهل وبسيط. طيب بالمره اشوف الويندو من هنا، بليس ويندو، هي نفس الفكره، اختار الحائط اللي انا عايز اشتغل عليه واروح ابدا احط الشباك اهوت بالشكل دوت. لو شفناه في 3D هتلاقيه بالشكل ده.